كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. فهاد النشاط اللي هو على شكل إفطار جماعي اللي كتنظمو الزاوية القادرية مع جمعية ميمونة بالتنسيق مع جمعية الصويرة موكادور. هاد الإفطار اللي كيتزامن مع عيد الميمونة للجالية اليهودية واللي تزامن هاد السنة مع شهر رمضان الأبرك. فأبت الزاوية القادرية وجمعية ميمونة وجمعية الصويرة موكادور أنهم ينظموا هذا الإفطار الجماعي اللي غادي يجمع مجموعة من الناس اللي كينتميوا لعدة ديانات توحيدية منهم يهود ومسلمين ومسيحيين. فهذا هو يعني الدور الكبير اللي ولا الهدف الكبير اللي كتقوم به الزوايا عبر التاريخ في إطار نشر قيم التسامح والتعايش بين جميع الديانات السماوية. اليوم اللقاء ديالنا هو لقاء ما بين المسلمين واليهود، وماشي غريب على هذه المدينة هذه اللي جمعت ما بين اليهود والمسلمين لواحد مئات السنين. اليوم كنحتفلوا بواحد من النهارات ديال الشهر العظيم ديال رمضان، في نفس الوقت كنحتفلوا حتى بالنهاية ديال عيد الفصح ولا عيد البيصح، هو عيد يهودي اللي كيمتنعوا فيه اليهود على الأكل ديال مجموعة ديال الأشياء. دونك هذا النهار الاخر، النهار اللي غادي يتجمعوا فيه المسلمين واليهود، غادي يفطروا مع بعضياتهم ومن بعد غادي يلتحقوا من مكان اخر ليحيوا واحد الحفل اللي سميتو الميمونه اللي كان من السنوات كيجتمعوا فيه اليهود والمسلمين، وماشي غريبه على هذه المدينه. اول مره غادي تكون من بعد 50 عام، لان اليهود خرجوا من المغرب وخرجوا من الصويره وما بقاوش هنايا، فالميمونه ما بقاتش هنايا. ولكن اليوم حاولنا ان نرجعوا هذه الذاكره، حاولنا نرجعوا هذا التقليد هذا ولا هذا العيد هذا اللي كيجمع ما بين اليهود والمسلمين. Je suis présent dans cette ville depuis 1981, alors faites le calcul, hein, ça fait quand même quelques dizaines d'années. Il a fallu que je la découvre. Je venais de Taza, au Maroc, sur la route d'Oujda. C'est très différent. Ici, c'est un monde de pêcheurs et d'artisans ébénistes. J'ai découvert toute la richesse de cette ville. J'espère que ça va continuer et que ce ne sont pas les articles chinois qui vont remplacer les belles sculptures sur le bois de nos artisans. Donc j'aime cette ville pour ce qu'elle représente, ce qu'elle est, sa tolérance, un mot que je n'aime pas. Je préfère dire son amitié, son acceptation réciproque des uns et des autres, sa simplicité. Et puis aussi, c'est une ville d'artistes quand même. Il ne faut pas exagérer cela, mais quand même. On sent il y a de l'artiste en l'air à Essaouira. Alors, que dire d'autre? Ce soir, être dans une mosquée, un lieu saint de l'islam, où il nous est difficile à nous, étrangers ou chrétiens ou pas d'ailleurs, de pénétrer. Je me sens honoré, je me sens ami, voilà, je me sens aimé tout simplement. Et je voudrais bien rendre la réciproque aussi dans mon église. هاد المناسبة هادي هو يساجي دان إفطار جماعي من ضمن طرف جمعية ميمونة، وهاد الإفطار كيدل على التعايش والحرية والصداقة اللي كتجمع الأديان، جميع الأديان، وإطار الحوار كتعبر على انه المغرب ستان بيي داكوي لجميع الديانات، سواء مسيحيه سواء يهوديه سواء مغربيه بيان سور. وحنا كنعرفوا بان اليهود هما اليهود المغاربه، هما راه مغاربه بحالنا بحالهم، وعاشوا معنا في خلال هذه 2000 سنه هما عايشين هنايا في المغرب. ما كان حتى كانوا ضروري تيكونوا en général, il y avait une cohabitation entre les juifs marocains et les musulmans marocains. Donc, اليوم هو عيد الميمونة، وهو آخر يوم في العيد ديال البيصح اللي هو عيد الفصح، اللي هو كيمتد على مدى أسبوع. وهذا العيد il commémore l'exode des juifs de l'Égypte. تحرر لحظه التحرر ديالهم من العبوديه، الفرار ديالهم من ارض مصر.
في إطار العبودية اللي كانوا كيعيشوها يمات الفرعون. دونك هذه المناسبة هذه هي المناسبة تاريخية وكيحاولوا كيتذكروها دائما ماشي من خلال عيد الفصح من خلال سنة كلها هي. وبون المهم أنا مغربية يهودية ودائما دي كنت صغيرة عشنا مسلمين واليهود في المدينة القديمة كنا تنتحبوا كنا جيران كانوا جيران المسلمين كانوا تيجيو لعندنا وحنا تنمشيو لعندهم وكانوا يعاونونا بزاف الدين ديالنا. مثلا حنا ما كانش عندنا الدغوا باش نسعلوا الضوء نهار السبت هما كانوا يجيو لعندنا يطفيو لنا الدار يشعلوا الدار يجيبوا لنا الماء السخون. دائما كان عندنا واحد العلاقه بيناتنا مهمه وديك المحبه ديك المحبه دائما بقات في القلب ديالنا واخا خرجنا من المغرب ولكن ديك المحبه وديك المحبه ديال المغرب وديك المحبه دي كانت بيناتنا مازال كاينه. واليوم نهار كبير هنا في السويره نهار كبير بزاف جدا كبير 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 بزاف حيت هنا في هاد الرياض جالسين يهود ومسلمين باش نديروا الفطور بيناتنا ونقولوا رمضان كريم ومحبة ديال الإسلام ومحبة ديال الدين ديال اليهود بيناتنا والصلوح بيناتنا كاين حنا بين المغاربة ما عمرنا ما تضربنا. داك الشيء دي كانت داك الإضراب الأخر دي كان في الشرق هذاك حاجة أخرى ما بغيش نهضر على داك الشيء. اليوم كاين الميمونة وكاين رمضان وأنا فرحانة بزاف وكنشكر بزاف لاسوسياسيون ميمونة اللي عطاتنا هاد لوكازيون باش نجتمعوا في هاد الرياح وهاد الجلسة ما عندها ثمن.